العمويه هادو ديما وقتو. نعيدها وانت خايف تحرك طرفا. أتتذكر أيام والطفولة التي كلما تذكرت هذه الذكرى في الحقيقة وأعدت منها بعضها في الحقيقة ماذا أقول؟ والله العظيم ستهون عليك من متاعب الدنيا وأهوالها وأهوال ما فيها، والحق الحق ستريحك من تعب النفس وهواها وما تهواه هذه النفس أو ما توسوس لها. في الحقيقة يا أخي العزيز، الطفولة والصبا هي المرحلة التي تحمل من البراءة، من البراءة في الحقيقة، وماذا أقول؟ البراءة وزد عليها البداهة والتسلي، يعني بأمور وأنت على ماذا أقول؟ على انطلاق بغير ماذا أقول؟ بغير أن تكون على بال بذلك. هي مرحلة في حياتك في الحقيقة قد عاشها كل إنسان، والله لو تذكرها أو أراد أن يعيد منها بعض الأشياء يوما ما في حياته لستهون عليه من متاعب الدنيا وأهوالها. إذا الطفولة هي البراءة يا أخي، الطفولة هي المرحلة التي يحياها الإنسان وهو لا يبالي بشيء في هذه الدنيا، وإن كانت بعض الأشياء تريد أن تعلق بباله لكنه اليوم هو في الحقيقة محمول عليه القلم. هذا الصبي، انظر هؤلاء الصبيان في الحقيقة، انظر هؤلاء الصبيان يا أخي العزيز في الحقيقة، ستعرف أن أعظم مرحلة في حياتك قد مرت هي الصبا والطفولة، مرحلة البراءة، النقاء، الصبا إلى الله، الصابين الناقين، الأتقياء، هؤلاء في الحقيقة صفحاتهم بيضاء اليوم، لا ذنوبا فيها ولا سيئات ولا وساخا ولا ظلمات، إنهم يحيون في عالم النور. إذا يا أخي، إذا أردت أن تتذكر عالمك الحقيقي وهو عالم النور، تذكر صباك وطفولتك، ستهون عليك ذكر هذه المرحلة من متاعب الدنيا وما فيها، وستعود بك إلى مرحلة في الحقيقة الكل يتمنى لو كان لازال يحيا تلك المرحلة. في الحقيقة ماذا أقول؟ هي مرحلة الصبا والشيخوخة يتشابهان، كما قيل أولنا صغرا وآخرنا صغرا. حينما نصل إلى الشيخوخة يا أخي العزيز نصير كأننا أطفالا أو صبيانا من جديد، إلا من بعض الأشياء، لأن تلك المرحلة كذلك ستكون هي وداعك من هذه الدنيا، ونستودع الدنيا وما فيها ودائعا لمولاها الذي لا تضيع ودائعه، لكنها هي من خير المراحل الصبا والشيخوخة. إذا ها أن اليوم نتذكر أنفسنا وكأننا لازلنا ولدنا من جديد، كأننا لازلنا نولد من جديد. في الحقيقة هذه المراحل في الحقيقة تهون علينا من متاعب الدنيا وتنسينا همومها، الحمد لله على نعمائه التي لا تحصى، وهذا من فضل الله ومولانا، كما قال: ولولا فضل الله ورحمته على عباده لذهبوا نكال الدنيا والآخرة، ولولا فضل الله ورحمته على عباده لما زكى منكم من أحد. تكون أحوال الدنيا قد ضمت عليك ضيما شديدا، فحينما تتذكر مرحلة من صباك أو تريد أن تعيد يوما من أيامك إلى ذلك المرحلة، والله تشعر بالسعادة، السعادة التي لا تبتاع ولا تشترى ولا تسوم بالذهب والفضة ولا بالحسب والنسب. إذا كن سعيدا وعش سعيدا، واعلم أن الذكريات في الحياة، أن هذه الذكريات هي في الحقيقة نعمة من النعم التي أنعم الله بها على عباده، كي يريحوا أنفسهم في هذه الذكريات ويعودوا إلى سالف ماضي أيامهم، ويصيرون في الحقيقة ماذا أقول؟ أهلا لله دائما أبدا، ما دام الله لا يريد بعباده إلا يسرا، ولا يريد بهم عسرا، ولا يريد بهم إلا فرجا، ولا يريد بهم حرجا. الله ينعم عليكم بارك الله فيك. يعني أعيشها هنا حياة الأنبياء والرسل، حياة الصالحين، حيثما مررت أجد لي أحبابا في الحقيقة، أجد لي طعاما وشرابا، وأجد لي مأوى،
الحمد لله على أنني في هذا البلد الأمين بين أحبابي وأهلي صغارا على كبار، أحيا في دار الله ها هنا بين ضيوفه، في الحقيقة في نعمة وسرور والحمد لله، رغم ضيق الحال ورغم نقصه وما قصر فيه وفي حقه، في الحقيقة أنا سعيد دائما أبدا برب العزة والجلال وبرحمته الشاسعة الواسعة التي أوسع بها قلوب أحبابه وما بينهم من أقطارها إلى أقطارها ومن مغربها إلى مشرقها، الحمد لله رب العالمين. هي لقمة عيش حلال وفيرة دون أن تتعب عليها أو تنصب، هي تأتيك دون أن تأتيها. لله أيد يمدونها إليك بيد الله سبحانه وتعالى. والله العلي العظيم عليك أن تحيا قانعا راضيا مقتنعا، واعلم يا أخي أن كل ما في هذه الدنيا قد سخر لأجلك، فاحمد الله واشكر زادك الله من فضله، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم لعذابي شديد. نحن نتنعم ها هنا بنعمة المحبة وبنعمة الكرامة والكرم بين كرام الله وقل هم عباد مكرمون، ما لنا يا أخي والذهب الذي ذهب بعقول الناس، ما لنا والذهب الذي ذهب بعقول الناس، إن هذا الذهب ما سمي بالذهب إلا لأنه قد ذهب بعقول الناس، قد أخرجهم على طريق الله، وقد ماذا أقول؟ قد أظلم قلوبهم وأفكارهم، وصاروا في وحدتهم يحيون الهول في الدنيا قبل الآخرة. هذا المال الذي سخره الله لهم ليكسبوا به محبة الخالق والمخلوق، وليمهدوا ويفرشوا لأنفسهم به الطريق إلى الله، ولهم في ذلك حق معلوم لليتيم والمسكين والمحروم وأبناء السبيل، لكنهم إذا ما صرفوه في غير ذلك كان ظلمة عليهم كالحة في الدنيا والآخرة. عفانا الله من الذهب الذي ذهب بعقوب الناس، وأتانا بخير ما آتى الناس، ألا وهي محبة قلوب الناس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إوا سيدي نكتفي وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، كفانا وكفاكم الله شر القتال. واعلم أن القتال في الحقيقة على الإنسان أن يقاتل نفسه، وذلك خير قتال. قاتل نفسك يا أخي وصارعها وقاومها وكافحها من ذنوبها وسيئاتها ومتاهاتها وأتامها ومعاصيها، لقد انتصرت في القتال وبغير سلاح حديدي أو سلاح ناري، لأن خير سلاح في الحقيقة ألا وهو اللسان. كن ذاكرا لرب العالمين، الذكر الذي يجلي الشياطين ويصدهم ويصد كيدهم، في الحقيقة ذاك هو السلاح القوي الذي به يموت العدو في غيظه. والفرق بين الميت والحي كالذاكر والغير الذاكر. إذن يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويا أيها الذين آمنوا كما قيل، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذن فلاح الإنسان في الحقيقة ليس في جمع الذهب وكثرته، إنما في كثرة ذكر الله والعمل بذلك على قدر ما يستطيع العبد. ما استطعنا إليك إلى هنا، والبقية عليك وإتمامها لنا بفضلك ورحمتك علينا، ما هو خير فضل وتفضيل. زادنا وزادكم الله من فضله، وزودنا وزودكم بخير زاد ألا وهو التقوى، ألا وهي المحبة. الحمد لله رب العالمين. تعال تعال. إذن أخي العزيز، إن خير نعمة في الحقيقة قد أنعم الله بها على عباده أن يكون قلبك وصدرك مليئا بالمحبة، حتى للنباتات وحتى للأشياء الصغيرة وحتى لكل ما خلق الله عز وجل، وذاك هو سر الروح ومقامك فيه، ولكل منا مقام معلوم. إذا كن ذاك الحبيب لربه الذي يحب كل ما أحب مولاه، كن حبيبا لخالقك ولمخلوقه كي يزيدك الله في محبته والمقامات عند الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. واعلم يا أخي أن خالق الخلق قد أعطاه حقه، وأنه لكل ذي حق حقه. إذن كن لطيفا مع الخلق كي يكون الخالق لطيفا معك. زادنا وزادكم الله من لطائف لطفه. لقد تكلمنا، وإنه كما قيل إن خير الكلام ما قل ودل، لأن إذا كان الكلام قليلا
وبه فوائد كثيرة لو خير من الكلام الكثير الذي لا فائدة فيه. وإن كلام يأتي بكلام، وإن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. الحمد لله رب العالمين، آمين.